نقاط قوة، وكذلك عنده نقاط ضعف. نقاط قوة ديالو هي ثلاثي الهجوم اللي شفنا في الأناليز ديالو، أنه ثلاثي الهجوم مكينجمش تدخل نادرا، غتبقى دائما تلتقط استرجاع الكرة من وسط الميدان أو من المدافعين، وبالتالي فدائما انتباه الخصم دائما تكون السوبريوريتي نهائي تكون كثار ثلاثة ديال المهاجمين، فيا إما تكونوا ضد ثلاثة المدافعين أو جوج ديال المدافعين، فدائما ما هما كيغامروا، مي هاد المغامرة تكون كالكولي كيحسبوها لأنه عندهم خط دفاع سوليد، عندهم وسط ميدان تعرف يفتح الكرة. فحنا اليوم قسمنا الملعب مع نهضر بالكلمة، فدرنا ديفونس أتاك ديفونس أتاك، فخلينا المدافعين ديالنا الربعة ما طلبناش منهم السلوك خصوصا الظهيرة أنهم ما يصعدوش، وسط الميدان دائما يبقى واحد وسط دفاعي يبقى أمام المدافعين، دونك خمسة ما يطلعوش يبقاو لأنه في المرتدات كيف قلت لك تيكونوا صعاب. المشكل اللي اشتغلنا عليه عند النهضة البركانية هو لا شارنيير سونترال، هو عمق الدفاع. فهنا هذا عمق الدفاع من دائما ما تيخرج يدير لا كوفرتور سوغ لي كوتي وتيخليو براكس، وهذا هو اللي خلانا انه سجلنا الهدف الثاني من هذيك المنطقة اللي حنا عليها. مي ما يخفاش انه الهدف الاول اللي جا مبكر خلى انه النهضة البركانية يخرج انه يحاول يقلب باش يسجل، انه ياخذ ديال الكرة وحنا نمشيو على المرتدات. مي صراحة هذا السيناريو كنا كنتوقعوه وكنا بغيناه، كنا بغينا نسجل. يمكن أول مرة قررنا نسجلو مبكرا ونزيدو الهدف الثاني بسرعة، هذا اللي خلانا أنه طمعنا أكثر في المباراة، ما قدرناش نزيدو الهدف الثالث لأنه لما دخلنا نص الملابس فطلبنا أنه نضغطو أكثر ونزيدو الهدف الثالث اللي كيخلينا نكونوا مرتاحين أكثر، ما يعيشنا نهضر بركانية ضغطو جميع الوسائل اللي عندهم جميع المهاجمين دخلوا وقدروا يسجلوا هدف، هدف لو ان اللي كان واحد الوقت يخلينا الشك، لكن كيف المباريات الماضيه اللي هزمنا فيها لم اللاعبين على الاخطاء الفرديه المباشره اللي كانت، اليوم يمكن نهنيهم على التركيز ديالهم اللي كان اكثر من رائع، ركزوا وقدروا انهم ياخذوا لي زون كاملين ويربحوا لي ديوال ويخرجوا، رغم انهم كان يحل فالتوفيق اليوم لانهم جاو فرص اللي كان بامكانهم يسجلوا، وهذا شيء طبيعي لانه حجم اللاعبين اللي تتوفر عليه، ما تنظن انه الحارس اللاعبين كانوا في مستوى اليوم كانوا في قمه التركيز ديالهم، وتنظن انه اخر مباراه في الحاله ديال الذهاب وراها فتره ديال الاستراحه فتنظن انه يستحقها. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.